بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقب تدشين تركيا أكبر منشأة دفاعية على الأراضي التركية بداية الشهر الجاري، اشترت توساش التركية أضخم طابعة معادن ثلاثية الأبعاد من أجل استخدامها في طباعة هيكل المقاتلة الوطنية من الجيل الخامس مو، والتي ينتظر أن تحلق في السماء التركية بحلول عام 2025. لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أعلنت شركة سيجاكي، وهي شركة تابعة للمورد الرائد لحلول الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد في المجالات الصناعية الثلاثاء الماضي، أنها وقعت عقد تعاون مع شركة الصناعات الجوية الفضائية التركية توساش لتزويدها بأضخم طابعة ثلاثية الأبعاد.